طيب فاكرة عندنا أسئلة التليفون؟ كتير. طبعا يلا عندنا أسئلة كتير وعندنا حاجات كتير عايزين نفهمها أكتر من ضيفتنا اللي منورانا على التليفون، الدكتورة منة عادل، مسؤول قطاع الاستدامة البيئية بمؤسسة حياة كريمة. أهلا يا دكتور. اهلا بيكم، ازيكم؟ عاملين طبعا احنا اهلا يا بنحيي دكتور. مؤسسة حياة كريمة عن المبادرة العظيمة دي، لانها فعلا زي ما شيري قالت مبادرة طويلة المدى، مبادرة بتبص استثمار لقدام، بعيد المدى، صحيح. استثمار طويل المدى، حاجة عظيمة جدا. طبعا، يعني هي اهم حاجة التنمية المستدامة، وان احنا لازم نحفظ حق الاجيال الحالية والقادمة، طبعا فبالتالي ده الشغل اللي احنا بنعمله حاليا. يعني يعني انتوا بالفعل زرعتوا ال 106,000 شجرة، دول خلاص انتهيتوا من زراعتهم يا دكتور؟ هو بالنسبة للأشجار كده كده احنا شغالين على مستوى ال 20 محافظة، تمام، في إطار مبادرة حياة كريمة. شغالين في القرى لأن احنا شغلنا مش في المدن أكتر، هو في القرى، ودي مناطق ريفية، فكده كده الزراعة بتكون يعني هو ده الهدف الأساسي ليها. بنستهدف زراعة الأشجار المثمرة علشان بيكون ليها كمان عائد اقتصادي، يعني هي بتساهم في عائد للدولة، اللي هي بنشوف المحاصيل الاستراتيجية، في نفس الوقت بيبقى عائد اقتصادي ممكن كمان يعود على الأكثر احتياجا واللي بيستهدفهم المؤسسة، فبالتالي أنا كده حميت البيئة وفي نفس الوقت بقى في عندي هدف اقتصادي. طبعا. فده اللي بس انتوا المؤسسة بتزرعوا في ال بتستهدفه. انا يعني كنت متخيله ان احنا برضو المدن محتاجه الاشجار، يعني يعني بتهيألي ان احنا فيها نسب كمان تلوث عاليه محتاجين جدا. ده بالظبط، بس طبيعه الاشجار اللي احنا بنستهدفها هي مثمره، فبالتالي في المدن عشان عوادم السيارات وعلشان نسب التلوث العاليه وعشان برضو البنيه التحتيه، الصرف الصحي للعمارات او كده، لان في الاشجار دي جذورها بتمتد لتحت صح الارض كتير، صح فعلشان هتدمر حاجات تحت الارض فاحنا كده ما عملناش حاجه. في نفس الوقت ان الثمار اللي هتطلع منها هيكون متاثره بعوادم السيارات، فمش هتكون صالحه للاستهلاك الادمي، فاحسن حاجه للزراعه دي هيكون الريف. المدن بيكون ليها نوع معين من اشجار الاشجار. تانية بالظبط، انواع اشجار معينه، وكمان علشان ما تبقاش عاليه قوي فما تحجبش الرؤيه، بتدي ظل وفي نفس الوقت بيكون ليها حاجة تانية. اللي يحب ان هو يزرع في المدن بسيطة، هو ممكن يتوجه لوزارة الزراعة او وزارة البيئة ويقدر ان هو يقدم ان هو عايز يزرع شجر عنده. هم بيجوا بيدرسوا المكان لانها بتختلف من مكان لمكان، صح، وبتختلف على حسب نوع التربة، عدد العوادم او نسبه التلوث، هم بيقيسوا كل الكلام ده. حتى احنا نفسنا بنلجا لهم لما بنحب نزرع، حتى في الريف، يعني حتى في الريف لما احنا بنزرع لازم ان انا ارجع فنيا للجهات الخاصه، هو اللي بيحدد لي ايه المكان اللي انا يعني ايه النوع اللي انا ازرعه هنا، عشان كمان نسبه الري، احنا عندنا مشكله في الميه، فعشان في اشجار بتستهلك ميه كتير. انا عندي عوامل كتيره جدا لازم ان انا احطها في الاعتبار وانا بختار الشجره دي هتكون في المكان الفلاني. فاي حد طبعا في المدن حابب ان هو يزرع او ياخد المبادره دي. طب والاشجار المثمره دي بتطرح ايه؟ يعني كل حاجه زي ايه؟ موالح بانواعها. تمام. طبعا الليمون كده، وفي كمان النخيل. تمام. طبعا الانواع الاشجار دي بتكون كمان يعني اكثر تحملا للعوامل المناخيه القاسيه، وفي نفس الوقت بتديكي ثمار، يعني هو مش كل بتبقى مفيده في كل الاتجاهات يعني. طب فالاتجاه دلوقتي بدا ان احنا نخرج من اشجار الدينه لان هي بتاخد ميه كتير. صحيح صحيح، وما بتثمرش بالظبط، او اشجار بتديني اخشاب، فانا بشوف يا اما تكون مثمره يا اما تقدر ان انا اطلع منها اخشاب كتير، فده برضو بيساعدني في انتاج الاخشاب. فاحنا لازم نبص للعائد، كل المنافع اللي هتعود عليها من الزراعه دي علشان تكون ناجحه وعامل تنميه مستدامه. عندي سؤال، حضرتك عندك فكره عن اكتر الاشجار اللي مؤثره في التلوث او بتقلل التلوث او بتقلل حجم الحراره والتراب؟ اغلب الاشجار حتى الزينه بيعمل كده،
يعني هو اي حاجه خضره زي ما كل ما الورقه خضرت، يعني قصدي مثلا النخل خضاره في حته معينه، لكن في شجر من ساعه ما بتطلع من الارض هي كلها اخضر، هل كل ما زاد الاخضر كل ما ده اثر ايجابا على التلوث؟ لا، لان كده كده هي ليه عمليه تمثيل معينه، ان هو التمثيل الضيق دي لكل انواع الاشجار ما بتفرقش. هي بتختلف بالظبط، بتختلف في انها بتحتاج ميه كتير ولا لا، طبيعه التربه عشان تقدر ان هي، يعني هي دي الاختلافات، لكن اي حاجه تانية لا، هو كله بيؤدي وظائف قريبه من بعض. السؤال الاخير يا دكتور، مخططين عدد تاني وزراعة تانية للأشجار في محافظات تانية في مناطق تانية؟ احنا عندنا 106 ألف، في 106 ألف قادمين تانيين في مراحل تانية؟ ان شاء الله. طب عظيم عظيم ان شاء الله، عظيم. حاجة عظيمة. نشكرك دكتور منى عادل، مسؤول القطاع الاستدامة البيئية بمؤسسة حياة كريمة.